ففي هذا الشرح سوف نرى طريقة تتبع بطاقة البايزرا إلى أين وصلت فلا تذهبوا بعيدا سنعود بعد هذا الفصل القصير <applause> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا لنكمل شروحات سلسلة البايزر هذا البنك إذا كنت لا تعرفه لقد قمنا بشرح سابق الشرح الاول طريقه التسجيل في هذا البنك وايضا التعرف على البنك وما هي مميزاته ايضا قمنا بشرح اخر لطريقه تفعيل الحساب ورفع الهويه الشخصيه والشرح الثالث قمنا بشحن الحساب بمبلغ قدره 50 دولار وايضا قمنا بطلب بطاقه الفيزا الخاصه بهذا البنك يتم شحنها الى دولتك كما تطرقنا في الشرح الثالث الى طرق تعبئه الحساب لشحن البطاقة، ما تبقى الآن إلا أن نقوم بمتابعة أو تتبع البطاقة إلى حين وصولها، بعدما يتم شحن البطاقة سيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني الذي سجلت به في البنك، بعدها سوف يصلك رقم تتبع مع موقع التتبع، بالنسبة للإخوة الذين طلبوا البطاقة عبر الشحن المسجل أو الشحن السريع ولم يصلهم بريد إلكتروني به هذه المعلومات ف. الطريقة هي جد سهلة لكي تتوصل بموقع التتبع وأيضا رقم التتبع فقط كل ما عليك هو أن تتواصل مع دام البيزيرا وتعلمهم بأنها لم بأنك طلبت البطاقة ولم تتوصل برقم التتبع وأيضا موقع التتبع سيقوم بتزويدك بالموقع وأيضا رقم التتبع فهي الطريقة جد سهلة وهي هذه نفسها التي استعملتها في حالتي أنا لم يصلني بريد إلكتروني على الإيميل فقمت بمراسلة الدعم وتواصلت معهم وأعطوني الموقع وزائد الرقم التتبع إذا بعدما تقوم بجلب موقع التتبع وأيضا رقم التتبع سوف تقوم بفتح موقع التتبع وتقوم بنسخ رقم التتبع كما تلاحظون هذا هو موقع التتبع الذي قاموا بإعطائية تقوم بلصق هنا لاحظ معي تراكنج نمبر هذا هو تضع هنا رقم التتبع رقم التتبع تجده في الأول RS بعدها تضغط على Search إذا كما تلاحظون تظهر لك بعض المعلومات Event Place Date لقد تم قبول الشحنة الخاصة بي أو بطاقتي في مركز الشحن بعدها في نفس التاريخ لقد تم قبول الشحنة في مركز الفرز وبعد يومين من ذلك التاريخ في 27 من شهر سبتمبر تم شحن السلعة إلى الدولة Destination Country إذا كان مثلا وصلت إلى دول قريبة سوف يتم إعلامي أيضا هنا في الأسفل سوف يتم إعلامي بالتاريخ وبهذه الطريقة سأبقى أتتبع السلعة من مرة إلى أخرى إلى حين استلامها بإذن الله كانت هذه إخواني طريقة تتبع البطاقة الى حين استلامها عن طريق البريد المسجل والبريد السريع، اما بالنسبة للاخوة الذين قاموا بطلب البطاقة عن طريق البريد الغير مسجل فللاسف لا يمكنهم تتبع السلعة. اذا اخواني الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، لا تنسوا اذا كان لديك اي سؤال او استفسار او اقتراح يمكنك ان تضعه لنا تحت هذا الفيديو، اذا كان اعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر لايك لكي نعرف، اذا كان لم يعجبك ايضا الشرح يمكنك ان تضغط على ديسلايك. وأيضا ان تدعمنا عن طريق الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد دائما سوف يكون هناك الجديد الى فيديو اخر نلتقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته